المغرب بدوره في عبد الحسن الثاني كان عندنا هناك في الرباط مكتب الاتصال الإسرائيلي، كان لابد من البحث عن ضحايا تقدم أكباش. أنا لا أرى أي جديد ولا مشكلة، دول الخليج كلها مطبعة مع إسرائيل، التطبيع مش ضروري تكون سفارة ويكون إعلام، التطبيع في علاقات تبادل مصالح من المصالح الاستخباراتية والعسكرية حتى المصالح الاقتصادية والتجارية. لكن حينما خطب الملك الحسن الثاني ألقى خطابا ناريا واتهم ثلاثة أطراف بالوقوف وراء الأحداث، الخمينيين والشيوعيين والصهاينة، يعيده إلينا شبه ميت. بخصوص اليهودي هذا، هو رجل أعمال مغربي يعيش في الدار البيضاء وله مقالي حجارة في الدار البيضاء، يعني شخص ميسور. وحينما زار الرباط ذهب ليتناول الغذاء في فندق هيلتون، صادف المؤتمر العالمي للطائفة اليهودية ولا شي حاجة بحال هكا. بطبيعة الحال الفندق كان محجوز بالكامل، اليهود جاوا بطبيعة الحال من أوروبا ومن أمريكا ومن إسرائيل ومن العالم كله، وكانت حراسة أمنية مشددة جدا على الفندق لأن حياة اليهود غالية جدا عندنا، ياك يعني لا نريد أن يمسهم أحد بسوء أو أذى. فرغم أنه هو يهودي وعرفوا أنه يهودي وهذا، فاعتقلوه لأنه مشبوه أنه يجي في ديك الفترة، علما أنه كما قال يعني هو ذهب ليتناول غذاءه في فندق هيلتون كالعادة، وهذا من حقه، هذا شخص ميسور بغى يتغدى في هيلتون، هذاك حقه. لم يكن مشاركا في لا 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 لم يكن مشاركا. فهذا بمجرد أدخلوه عندنا بدأ على البكاء والصراخ مثل الشخص حزين أو فله قريب أو شيء من هذا القبيل. فبدأنا نهدئه، خاصة وحينما سمع الإسلاميين وهذا كرهونا بإسرائيل طبعا وذلك شيء، بدأنا نهدئه، بدأ الإخوان اللي كانوا هو يضرب بالدارجة المغربية، ولكن واحد اللي كنا شوية سميتو كان يفضل يتكلم بالفرنسية، الإخوان يتقنوا الفرنسية طبعا، فكانوا يهدئونا هو يقول لا يمكن دابا يدخلوا الناس ديالكم هذا وديال المؤتمر ويطلقوك. يعني البكاء ديالو كان انطلاقا من الخوف، خاف الإسلاميين. هو خاف من السجن اولا في ديك الزنزانه القذره وهو غير متعود عليها، وخاف ثانيا لا يقتلوه الإسلاميين لانه يهودي، هذا ما كانوا يسمعوا. والمشكله ديال اليهود ديال السمعه ديال المسلمين كلهم لا هكذا، يعني دايرين المسلمين في الصندوق عامر بالمتفجرات واي واحد خلفه من راي يفجرهم. مع الاسف هذا كاين فئه من المنتمين للاسلام مع الاسف الشديد يفكرون هكذا، ولكن فيه الاغلبيه المطلقه من المسلمين من كل المذاهب ومن كل التيارات يعني لا تفعلوا هذا، بل تحاوروا الاخرين سواء كانوا مخالفين لها في العقيده او في الدين او المذهب او الفكر الى اخره. فهو يوم الاول شويه ثاني بدا يتاقلم مع الجو، ولكنه يوميا كان يبكي. فهذا لم يقضي كثيرا، قضى اعتقد يومين او ثلاث، فتدخل رئيس الطائفه اليهوديه في المغرب واطلقوا سراحه واعتذروا له. بالمناسبه احنا نتحدث عن اليهود واسرائيل، هو موقع الشرف من تطبيع الاماراتي البحريني لعدوله الكيان الصهيوني. هذا ما دخلش في المذكرات عندي، هذا ما دخلنا تحت هذه المذكرات، هذا خارج عن السياق ديال المذكرات اللي كتحدث عن حياتي، ولكن فلا بأس أن أعطي رأيي وأجري على الله، ما كاينش مشكل. التطبيع هو مش تطبيع، يعني كلمة تطبيع اللي سموها هما في وسائل الإعلام اتفاقية سلام، هي اتفاقية السلام كلمة غير دقيقة. اتفاقية السلام تطلق بين دولتين أو شعبين متحاربين، يعني ألقي السلاح وجلسوا على المفاوضات. الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين يعني هما بعادين عن إسرائيل وليس بينهما حرب، الدولتين العربيتان وإسرائيل ليس بينهما حرب، والحرب كاين الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذا كانت حرب هي حتى الآن لا وجود لحرب في فلسطين بالمفهوم العلمي للحرب، ما كاينش حرب، ولكن كاين احتلال وكاين شعب يطالب بحريته واستقلاله. أنا لا أرى الهالة التي أعطاها بعض العرب خاصة بعض المثقفين وغيرهم
كيفاش العلاقات بين اسرائيل وهذا؟ اسرائيل سبق لها دارت اتفاقيه سلام مع مصر، ومصر بطبيعه الحال استفدت من اتفاقيه السلام لانه طول حياتهم يتحاربوا في نهايه المطاف. باتفاقيه السلام استرجعت مصر اراضي شاسعه اسمها سيناء، استرجعت اراضي اخرى، واختلفوا في اتفاقيه كامب ديفيد على منطقه، وتم اللجوء لمحكمه العدل الدوليه والامم المتحده طبعا، وتم الحكم لصالح مصر واخذت مصر، لا اتذكر اسم المنطقه، ولكن سنوات هما في الخلاف تفسير بنود الاتفاقيه كامب ديفيد. فتبعها الاردن ايضا له اتفاقيه سلام مع اسرائيل، يعني بيناتهم تتبع علاقات. المغرب بدوره في عبد الحسن الثاني كان عندنا هناك في الرباط مكتب الاتصال الاسرائيلي كان موجود هنا وبشكل عادي، ولم تكن اثير الضجه لا من طرف المثقفين الا نادرا الذين كانوا ينتقدون وجود مكتب اتصال اسرائيلي في الرباط. يعني شنو الجديد في تطبيع العلاقات بين الامارات والبحرين واسرائيل؟ هي كاينه علاقه مسكينه، علاقه بين العالم العربي كله تقريبا، لا اسميها انا سريه، هي فقط بروتوكول دبلوماسي لم يتم. يعني شنو هو العلاقات؟ هي التجاره مثلا السلع الاسرائيليه موجوده عندنا في المغرب، التبادل التجاري كاين، الى تبعت الارقام ديال اللي تنشر الصحف من حين لاخر، انا في تبادل تجاري بين اسرائيل والمغرب، يعني حتى الخضار والفواكه والطماطم والبطاطس، يعني البودره ديالها تاتينا من اسرائيل. اذا لماذا ضجه قائمه الان من بعض الناس على البحرين والامارات؟ هذا كيدخل ضمن السياده ديالهم، واذا راى الشعب الاماراتي والشعب البحريني ان القياده ديالو خرجت عن الصواب فليحاسبها. انا لا ارى اي جديد ولا مشكله، دول الخليج كلها مطبعه مع اسرائيل. التطبيع مش ضروري تكون سفاره ويكون اعلام، التطبيع راه في علاقات تبادل مصالح، من المصالح الاستخباراتيه والعسكريه حتى المصالح الاقتصاديه والتجاريه. اذا انا لم اعير اهتمام من هذا الموضوع لان اعتبرته عادي جدا، وفيه دول اخرى قادمه في التطبيع. في واحد القصه اثارت انتباهي، كان هناك معكم شاب ومعظم اسمه عبد الكريم، وصفته بالمعتقل الخاص، معتقل خاص، وانه كان ضحيه الاجهزه البوليسيه. كيف كان ذلك؟ هو عبد الكريم هذا لم يكن وحده ضحيه الاجهزه البوليسيه، هي كانت كارثه خاصه في احداث 84، كارثه عظمى. هو بدات الاحداث احتجاجا على غلاء على الزياده في مواد الاسعار، المواد الاساسيه الاستهلاكيه، زيت، سكر، طحين الى اخره، فقامت انتفاضه شعبيه بدون لا علاقه للاحزاب ولا النقابات بها. هنا في المغرب افتح القوس، الاحزاب والنقابات لا تقدم ولا تؤخر، حينما ينتفض الشعب ينتفض لحاله، حينما يثور الشعب يثور لحاله، لكن تأتي الأحزاب والنقابة بعد ذلك وتحاول بكل الوسائل الركوب على المعارك التي يخوضها الشعب أو جزء من الشعب. قامت انتفاضة في المغرب كله تقريبا، في مراكش، الرباط، تطوان إلى آخره، كان لابد من البحث عن ضحايا تقدموا أكباش، والأغلبية ديال الضحايا ديال أحداث انتفاضة 1984 كانوا يساريين. يعني الحقيقة والتاريخ، الأغلبية المطلقة ديال الضحايا كانوا يساريين، وكانوا أيضا أنهوا عهدهم بالسياسة وأصبحوا عاديين يمارسون مهنهم ووظائفهم كسائر الناس. لكن حينما خطب الملك الحسن الثاني ألقى خطابا ناريا، واتهم ثلاثة أطراف بالوقوف وراء الأحداث، وسمى هذه الأطراف الخمينيين اللي يقصد بهم الإسلاميين طبعا، وكنت مصنف بالمناسبة في هذه الخانة، الخمينيين والشيوعيين والصهاينة. فالأجهزة الأمن بطبيعة الحال كان يتكلم الحسن الثاني الله يرحمه، تنفذ أوامره،
مثلا واحد العدد كبير ديال الناس جابوهم جلبوهم من بيوتهم، عندهم علاقه بالاحداث ولا 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 صله بالاحداث. الشاب هذا عبد الكريم هو اعتقد مسلا، واتذكر انه يمتهن احدى المهن التقليديه، لا مستوى تعليمي له، لا يعرف القراءه والكتابه، هو بالمفهوم العام انه امي. ربما رصدوه مثلا في الماضي هنا في شارع محمد الخامس، اعطيك مثال، اذا كانت هناك مظاهره، انت غير دي زريمر، ديك علاقه لا بالسياسه لا بالمظاهره لا ولا باي شيء، يعتقلونك. ما مش انت غير قاطع الطريق، يعني ماشي تخطو خطوات الى مكان عملك او بيتك او اداره او ما الى ذلك، غير انت مر بجانب. كانت ظروف صعبه جدا. عوده لهذا الشاب عبد الكريم هذا، واول مره وجد نفسه هادو تيقول كيسمع بالاسلاميين واليساريين والشيوعيين، ف لم يفهم شيئا، لم يفهم شيئا. تصوره حاليا انه كان يحلم حلما مزعجا. هو بذاته ياخذونه كل ليل مع الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلا، يجلدونه يضربونه ساعة أو ساعتين، يعيده إلينا شبه ميت. فكنا كل واحد يأخذ قميصه جلابته يفرشه، لأن ما كانش في فرش، في يعني دماء شخصا. كنا نسأله فلا يجيب، نتحدث معه فلا يتحدث معنا، حتى الأكل كان يأكل من اجل محاربه الجوع. باز كان مصدوم. وين لماذا يختارونه هو فقط؟ اللي هو الوحيد الذي كان يمارس عليه التعذيب. لا، في وحدين كانوا يتذبوا، لكن هو اكثر. الاستنطاقات يومين هذيك، دائما واحد طالع واحد هبط، واحد يضربه واحد ما يضربوش، على حسب المزاج ديال سميتو. احنا بقينا مشغولين مع هذا الشخص، شنو قصته؟ لان نحن نشكو فيه، لانه ما يتكلمش. مرات ايام بدا يختلط ويتناقش ويسمع الكلام، كانه بدا ينسجم مع الوضع. فحكى لنا انه قصته، وانه ما عنده علاقه بالموضوع، وانه مقاريش، وانه صانع تقليدي، وان ما عنده، يعني فهمنا احنا انهم يرجبوه تعدوا عليه. في مره وكيسمع الناس يتناقشوا اسماء الاحزاب، بدا يلتقط، بقى يفهم شنو هو ذاك التفكير اللي عنده، التفكير الساذج اللي عنده، وما السؤال الواحد اللي كانوا يضربونه، فين كذنتين، اش من حزب، اش من منظمه، اش من هيئه. وقال يلا انا نقول لهم الاسم ديال شي حزب، لان هذا مشكل عندهم، انا نفك لهم هذا المشكل وصافي، وما يبقوش يضربوني، راه اسبوع ديال لا ساكتير. بغى يقول لهم انا كنتمي لحزب التقدم الاشتراكي رغم انه لا علاقه له به. الاسم تنسالو، الاسم لم يحفظه جيدا. قال لما انا انتمي لحزب الشعاع. وبداوا مع رحلة جديدة في لاصة. من هو الرئيس ديال المنظمة؟ أسبوع آخر. من هو رئيس المنظمة؟ أين تجتمعون؟ ماذا تقولون؟ ماذا تخططون؟ كذا كذا كذا. يعني بالدارجة المغربية نقولوا جبد شلي تفك. المطاف اقتنعوا البوليس أنهم تعدوا عليه، لدرجة أنهم فاش داو المحكمة، داو المستشفى، أنه كانوا داروا كسر في يدو. مشى المحكمه بالجبس في رجله وفي يده، ومع ذلك القاضي عطاه 6 شهور، ومع ذلك حكم عليه ب6 شهور، بحيث ما يمكنش هذيك في احداث 84 واحد كيمشي لمفوضيه الشرطه ودون ان يحكم عليه القاضي بالسجن. يعني الحكم يحدوا له في الكوميسيريا ويروح للقاضي ينفذوا صاب. قال محاكمات سوريا. الشكل المحاكمات كانت تمر بشكل سريع. نكتفي بهذا القدر ونتحدث في الحلقه المقبله ان شاء الله. مرحبا. ونبتدئ من حيث انتهينا. ان شاء الله. الطريق الى المحكمه. شكرا استاذ.